تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 5000 وحدة سكنية، وذلك في إطار التوجيهات الملكية السامية. أعلن وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة عن بدء توزيع وحدات الدفعة الثانية لوحدات حي الجليعة بمدينة شرق الحد. جهود متسارعة تقوم عليها وزارة الإسكان لتنفيذ ما تبقى من مراحل مشروع مدينة شرق الحد لإتمام الأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ببناء 40,000 وحدة سكنية. وها هي اليوم تبدأ بتسليم وحدات حي الجليعة خصوصاً وإن مشروع شرق الحد يعد أحد أهم المدن التي تمثل ركائز خطة الوزارة لتنفيذ الأمر السامي. تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بدأت وزارة الإسكان في توزيع المرحلة الثانية اللي هي حي الجليعة من مشروع شرق الحد. طبعا مشروع شرق الحد يتكون من 4036 وحدة سكنية بالإضافة إلى العديد من الأمور الخدمية، منها المدارس اللي تتوزع على جميع المراحل التعليمية بالإضافة إلى مجمعات تجارية بالإضافة إلى الواجهة البحرية طبعا والأماكن الترفيهية. خلال الفترة السابقة قامت وزارة الإسكان بتوزيع 485 وحدة في حي بوشاهين، وكما قامت بتوزيع 500 قسيمة سكنية في حي أم الشجر، والآن احنا بصدد توزيع 241 وحدة وتسليمها في حي الجليعة. توزيع وحدات المرحلة الثانية بحي الجليعة يأتي تزامنا مع اكتمال نسب الإنجاز في الأعمال الإنشائية والبنية التحتية لهذه المرحلة، بعد أن قامت الوزارة في وقت سابق بتوزيع وحدات الدفعة الأولى لهذا المشروع. والله الحمد لله تم الاتصال في أمس، والكل الحمد لله البيت مستانسين، ونشكر سيدي سمو الأمير الشيخ سلمان على التوجيهات، والحمد لله رب العالمين. ثمن جهود ولي العهد على تسريع تسليم الوحدات السكنية للشرق الحد، ومشكورة نشكر القيادة الحكيمة ونشكر الصراحة، يعني احنا مستانسين على ان اليوم نادونا، وان شاء الله ان شاء الله خير يا ربي. اليوم ينا نسحب على السكن المناسب لنا ان شاء الله، واللي بيكون منزل العمر. الحمد لله رب العالمين، حصلنا الوحدة السكنية في شرق الحد، ونشكر القيادة الرشيدة وعلى رأسهم سيدي جلالة الملك، والحمد لله وإحنا فرحانين. 740,000 وحدة سكنية يضمها هذا الحي، تم إنجاز المرحلة الأولى منها، وجاء التسكين في حي الجليعة ليمثل بذلك المرحلة الثانية من التشغيل التدريجي للمدينة. يأتي تسكين المرحلة الأولى بحي الجليعة بمدينة شرق الحد ليؤكد على حرص وزارة الإسكان على الإسراع بتنفيذ توجيهات ولي العهد حفظه الله ورعاه بتسليم الوحدات السكنية للمواطنين. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.